اكو ساحات تظاهر السوشيال ميديا، واكو ساحات تظاهر التحرير. اكيد شباب التحرير هم يعني الناس من الذين الطريقة خلينا نقول حافظوا على العراق، وليس حتى على ساحات التحرير وساحات التظاهر في كل العراق. تحدثنا قبل التصوير انا والاستاذ الفاضل الخبير الاقتصادي عن حالة وعي صارت، وحالة يعني نضوج عند الشباب في فترة التظاهرات بكل الجوانب. بما أن اليوم نحن نتحدث عن الجانب الاقتصادي، لو تعلم حضرتك بالجروبات الفنية والجروبات خاصة، يعني إذا سمحت لي أن أشكر جروب لمسة عراقية على السوشيال ميديا، اللي هم ليل نهار يشتغلون على تطوير البراندات العراقية، على صنع هاشتاغ، على صنع حملة. تدري صناعة الحملة على السوشيال ميديا وصناعة محتوى مو بالأمر السهل، أن أنت تطلق هاشتاغ يكون ترند. دعم المنتجات المحلية والوطنية كان ترند. إحنا قدمنا أو الشباب بشكل عام قدموا هدية مجانية لكل المصانع اللي فشلت خلال آخر 5 سنوات، آخر 10 سنوات، آخر 16 سنة في أن تسوق نفسها ببيروقراطية، بالروتين، بالفساد، بعدم أي هو من هو تقصد يعني؟ المعامل العراقية. المعامل العراقية. خلينا نذكر وزارة أكو أكو أكو, أكو بادرة جميلة كانت في ساحات التظاهر بأنه هي هاي. دعم المنتجات بس بادرة الوطنية. أستاذي تسمح لي، كانت أكو ضوء على هذه المنتجات. واضح ضوء، بالإضافة إلى بعض الفنانين أعلنوا بأنهم راح يقدمون دعايات مجانية، وبالإضافة صح. إلى صح. شركات راح تقدم صح. هذه الدعايات مجانية خدمة للمنتج الوطني العراقي.